آلية جديدة لامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام طرحتها وزارة التعليم ونفذتها في وقت قصير، وهي تقوم على نقل الطلبة من المدارس إلى الجامعات لأداء امتحاناتهم فيها منعاً للغش بحسب ما أعلنته وزارة التعليم. دكتور عبد الحميد الصغير، كلية العلوم جامعة طرابلس. بالنسبة لسير الامتحانات لليوم الثالث على التوالي، من ناحية المراقبة الأمور كلها تسير على ما يرام. لدينا بعض الإشكاليات والعراقيل اللي هي مثل الكهرباء، عملية التكييف بالنسبة للطلاب في حالات الأزمة، الحالات هذه يعني، ما عدا ذلك كل الأمور تسير على ما يرام يعني، والحمد لله يعني لا توجد حالات غش. بدأت الامتحانات ولم يفت يومان حتى بدأت الاضطرابات واستهجان الطلبة للآلية الجديدة اعتراضا على صعوبة الأسئلة وآلية نقل الطلبة من مناطقهم إلى الجامعة، قائلين بأنها مكلفة وتزيد أوضاعهم سوءا. كيف بنقروا الضي ثلاثة أيام ما نشوفوش فيه، نربط الضي هارب، نوض الضي هارب، يجي ساعتين أشحن تليفونك وفوت. الأسئلة ما فيش حد يقرالك، ما فيش حد يشرح لك سؤال مش مفهوم. حتى الأساتذة والبلاد الدروس مش عاطينهم النتامات، في بيبان ما خذناهمش. في الأسئلة خشات توا، ديما مع تصميم، ما فيش فلوس، ما فيش مش عارف شنو. وحناك لينا في ضلوعنا. الاضطرابات واجهتها الأجهزة الأمنية وسيطرت عليها على الرغم من حدوث بعض الأعمال التخريبية من قبل الطلبة، وأعلنت وزارة التعليم بأنها ستشكل لجنة لتقييم صعوبة الأسئلة ومطابقتها للمناهج بالمدارس. واستؤنفت الامتحانات اليوم في أجواء من الهدوء رغم امتعاض الطلبة الذين استطلعت التناصح آراءهم بالخصوص. أولا أنا ولي أمر طالبة تقدم في امتحانات الشهادة الثانوية. أولا نشكر مجهودات الوزارة بشكل عام على هالمحاولة يعني إنجاح الامتحانات والتجديد على ظاهرة منع الغش، فهذا أمر تشكر عليه الوزارة وتشكر عليه الوزير. في نفس الوقت رغم هذه المجهودات الكبيرة لنا بعض الملاحظات، فالطلبة شكوا من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، والبعض قال ان لا ان الامتحان متاح، لكن الجميع يعني جميع من سالنا قالوا الامتحان كان صعب جدا وكثير من الفقرات فيه غير داخله في المنهج. وتبقى محاوله وزاره التعليم لمنع الغش واضحه للعيان على الرغم من الصعوبات التي تواجهها على الصعيد الامني والمكاني وانقطاع الكهرباء وتوفير الاجواء المناسبه للطلبه. فهل تنجح الوزارة وتنهي سنوات من التسيب في أكثر القطاعات المهمة في أي بلاد؟